بدأت سنة 2001، فتحت أول جمعية مصرية بأموال مصرية، أنا وجوزي فتحنا الجمعية دي للرفق بالحيوان. الناس طبعا كانت مخضوضة وبتتريق ومش فاهمة إيه كلاب وقطط، لما في ناس فقراء وبقيت أرد عليهم أقول لهم طب الفقراء إيش دخلهم بكلاب والقطط، ما الرحيم رحيم على كل، اللي يعني ممكن يرحم قطة وكلب ممكن يروح ملجأ ويفتح بيت ويساعد فقير ويروح لمريضه كله. الفكرة مش انت بتعملي كده تبقي كده، لا كله، لان الرحمة لا تجزأ اساسا. سميت الجمعية الجمعية المصرية لحماية حقوق الحيوان بعد ما قريت حماية حقوق الحيوان في الاسلام، فقلت اذا كان الاسلام بيقول حقوق الحيوان في الاسلام يبقى انا هتكسف اقول حماية حقوق الحيوان، لا قولها. علميا دراسات ظهرت ان اللي بيبتدي بتعذيب كائن ضعيف زي الحيوان بينتهي 90% من الوقت انه يبقى قتال قتله ومجرم. ليه؟ اتعود على الدم وتعود على الصريخ وتعود على التعذيب. ما نقولش ده الواد بيلعب ده البت بتلعب لما نلاقيهم بيعذبوا، لا لا، لان اللي بيعذب قطه وكلب هيعذب زميله في المدرسه اللي يكون ضعيف الجسم شويه. تعالي نقول ان في ثلاث ائمه قالوا ان الكلب نجس، هل نجس معناها تشوطه وتولع فيه وتغرقه ولا ما تبقاش تجيب كلاب؟ ما تبقاش تجيب كلاب يا سيدي. غير بقى ان الامام مالك قال ان الكلب طاهر لان ربنا خلق اصلا كل شيء طاهر، ده الامام مالك. ليه ما نمشيش ورا الارحم في الثلاثه؟ يعني ليه؟ ليه بناخد من الدين دايما ما هو الاقصى، فبنخلي الناس كلها تاخد فكره وحشه حتى عن ديننا.